لا يزال الجدل دائرا في الولايات المتحدة حول إعلان رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي فتح تحقيق يهدف لعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه على إثر الكشف عن فحوى مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني التي حثه فيها على التحقيق بشأن أنشطة نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وابنه هانتر في أوكرانيا. الرئيس الأمريكي أطلق طوفانا من التغريدات بهذا الخصوص على موقع تويتر، اتهم في إحداها خصومه الديمقراطيين بالسعي لتنفيذ انقلاب في الولايات المتحدة. أعتقد أنه في حال عزل الرئيس فإننا سنشهد عنفا وأعمال شغب في الولايات المتحدة وقد تكون مميتة، لأن نصف الشعب الأمريكي على الأقل يعرف أن ما يجري هو أمر مخزي. وفي وسط كل هذه العاصفة دعا ترامب الصين صراحة لفتح تحقيق في أنشطة منافسه السياسي الديمقراطي جو بايدن وابنه، ونتيجة لذلك قال رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف إن ترامب وبدعوته تلك حنث بالقسم الذي أداه في الرئاسة، موضحا أنه يشجع بطلبه هذا دولة أجنبية على تدخل مجددا لمساعدته في حملته الانتخابية. إذا كنت ترغب بالتحقيق في نشاط غير مشروع فيمكنك ذلك في حال كان الأمر مرتبطا باتفاق تجاري بين دول وليس لتحقيق مكاسب سياسية من أجل حملات انتخابية، وهذه هي المشكلة، وعلى الجمهوريين الذين يقولون أنهم يؤمنون بالدستور استيعاب ذلك. وفي خضم هذا السجال المستعر يؤكد أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب أن ما يقوم به الرئيس الأمريكي يعد مخالفات قانونية لها عواقب خطيرة، فيما يعتبر الكثير من الجمهوريين ما يجري مجرد حراك حزبي له أهداف انتخابية. في حال تمكنا من القيام بتحقيق ناجح وحصلنا على أدلة دامغة سوف تتحرك الإرادة السياسية للشعب الأمريكي وسيمارس الضغوط على الحزب الذي ينتمي إليه وعلى الكونغرس من أجل عزل الرئيس. وفي هذه الأثناء تستمر وسائل الإعلام الأمريكية في متابعة هذه القضية بشكل حثيث، بينما يشعر الأمريكيون بقلق حيال ما ستنتهي إليه هذه القضية التي هزت أركان البيت الأبيض. السجال الدائر بين الرئيس ترامب ومؤيديه الجمهوريين من جهة وأعضاء الحزب الديمقراطي من جهة أخرى حول هذه القضية عمق الشرخ والانقسام السياسي الذي تشهده الولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذه الأثناء ينتظر الأمريكيون نتيجة هذا الجدل القائم على أمل أن ينتج عنه قيادة ترأب الصدع في بلادهم. لمركز أخبار قنوات أبوظبي سهيل الشاعر، واشنطن.